احسن الله اليكم. معنا اتصال ابو عبد الله من الجوف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. حياك الله. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟ نعم يسمعك، بس اغلق التلفزيون حتى ما يكون في صدى عندك، تفضل. انا في عندي اخت ايه رضعت معها وحده، اختي هذه من ابوي. ايه هل هي اخت لنا تصير من الرضاعه؟ نعم، اذا رضعت من لبن ابيك فانها تكون اختا لك من الرضاعه. طيب يعني مثلا يكون اخواتي اللي اكبر منها، هل برضو عليه يسمعكم؟ اسمع اسمع ابو عبد الله، اسمع يا الشيخ. يا اخي اسمع الجواب، ما اكملنا الجواب الى هالحين. طيب تفضل. اقول اذا رضعت في صدى يا شيخ. سمع جل، نودع الاخ ابو عبد الله حتى لا يكون هناك صدى ويسمع الاجابه عبر التلفزيون. تفضل يا ابو عبد، تفضل يا شيخ. نقول إذا رضعت من أمك أو رضعت من زوجة أبيك رضاعا تاما، خمس رضعات يعني خمس مصات في الحولين، فإنها تكون أختا لك من الرضاعة. وأما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك ولا من زوجات أبيك فليس لهن علاقة بهذا، وهن أجنبيات منك وأنت أجنبي منهن. نعم.